حسام درار فنان تشكيلي متفرغ للفن يمكن من 10 سنين. عملت في الفترة دي شوية معارض برا مصر وجوه مصر. مقيم حاليا في اسبانيا في برشلونة، عندي استوديو هناك وبدرس فن حديث. بقالي فترة مهتم بفكرة التاريخ وفكرة ازاي ادرس التاريخ واعبر عليه من خلال الفن، وفكرة ازاي التاريخ بيتجدد تاني وازاي من خلال التاريخ ممكن ننقله علشان نتكلم على حاجات في المستقبل. وانا بحس بصفة عامة ان الفن هو احسن طريقة لتطوير مجتمعنا المصري، وبحس ان من خلال الفن يمكن الناس هتبدأ تتقبل الافكار التانية وتتقبل الاخر ويبقى فيه حرية تعبير اكتر، وهو ده دايما اللي بيحسن اي مجتمع.